طيب هنروح لموضوع آخر وهو بيخص حادثة أيضا حصلت في بنها، وهو الشاب اللي تهجم أو كان في حالة هياج غريبة وتهجم على أسرته، والدته ووالده. والدته اتوفت على الفور أثناء اعتدائه عليهم لما الأب حاول يتدخل، وهو الكابتن إبراهيم الدسوقي لاعب كرة القدم السابق في نادي الزمالك ومنتخب الوطني. دي كانت في فترة السبعينات. كابتن إبراهيم الدسوقي للأسف كان بيحاول ينقذ والدته أو زوجته، والدة هذا الشاب، ولكن تم الاعتداء عليه أيضا وفضل في المستشفى بقاله 10 أيام بإصابة بالغة. للأسف توفي على إثر هذه الإصابة. طبعا حتى الآن المعلومات المتوفرة إنه هذا الشخص اللي اعتدى على الوالد والوالدة كان تحت تأثير مخدرات أو بيتعالج من مخدرات أو أنه بيعاني من مرض نفسي. طبعا هنعرف تفاصيل أكتر عن الموضوع مع حسن صالح مدير مكتب صحيفة الوطن بالأليوبية. مساء الخير أستاذ حسن، عايزين نعرف تفاصيل أكتر. أهلا بيك، تفضل. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. عايزين نعرف تفاصيل أكتر أو آخر المعلومات اللي طلعت حول هذا الاعتداء من قبل هذا الشاب على والده ووالدته. الوالدة توفت والوالد توفى، وطبعا كان في ابن أخته كمان تم الاعتداء عليه. بنت أخته، تفضل. هو حضرتك يعني آخر ما يعني المعلومات الموجودة في هذه القضية إن الأسرة يعني بتطلب من الجميع الدعاء بالرحمة للمتوفين يعني ووضع الأمور في نصابها، بأن الولد الذي قام بالحادث هو مريض نفسي أصيب بنوبة ثعلب. يعني الموضوع ملوش علاقة بالمخدرات. يعني هو هذا ما تؤكده الأسرة في أكثر من لقاء وفي أكثر من يعني حديث لها على مستوى المصادر الموثوق فيها والمصادر القريبة من العائلة. يعني مريض نفسي بأي مرض، لأنه الصرع يعني لا يؤدي إلى اعتداء يعني بهذا الشكل. حسب ما قيل في الجنازة اليوم إن هو عنده جاله حالة صرع شديدة وتشنجات هي اللي أدت لهذا الحادث. لكن حتى الآن التحقيقات بتقول إيه إلى الآن؟ التحقيقات فيها إن الولد دائم المشاكل، عمل مشاكل قبل كده مع أسرته، عمل مشاكل في الشارع ونزل من سنتين كسر عربيات في الشارع، اتهم في الحصول على اموال من الاسره او يعني منقولات من الاسره لبيعها لشراء بعض الادويه وبعض الاشياء. يعني ممكن يكون الموضوع فيه شبهه انه كان بيتعاطى شيء ما وصله الى هذا الحال. واصلا كده كده يعني عدويه العلاج النفسي ما معظمها بتخش في جدول المخدرات ولها تأثيرات. طيب أنا بشكرك جدا حسن صالح مدير مكتب صحيفة الوطن بالأليوبية، شكرا جزيلا ليك.